تخشي الا بقرارات فعلا. انا يعني معلش، انا لو النهارده زوج وزوجته عندهم وابنهم، فعندهم 6 صيدليات بنفس الاسم، ولكن من ابناء السويس، مرحبا، مش مشاكل خالص، مفيش مشاكل. انما انا اجيب شخص من بره يبدا يخش زي حاتم رشدي او العزبي او غيره، خلاص، او دوائي، هذا الامر معناها تدمير محافظه صغيره. السلاسل احنا طبعا بنحاربها، والمفروض النقيب والقواعد واللوائح بتاعه الرقابه لا تسمح اطلاقا ان النقيب يأجر صيدليته او يتعاون مع اي سلسله من السلاسل، لان السلاسل دي اساسا بتضر الصيدلي. لا يمكن ابدا مهما تحلينا بكلمات ان احنا نغير المفاهيم، هذا ظلم. مهما كانت جميله، سلاسل الصيدليات هي السرطان الذي ينقر في جسد هذه المهنه. في جمعية عمومية طارئة لصيدلة السويس، والحضور النهارده كان لسحب الثقة من النقيب ولم يكتمل النصاب، وكان البند الثاني اللي هو محاربة السلاسل، وخدنا قرار بتحويل النقيب نقيب السويس للتحقيق في النقابة العامة، وتحويل كل الصيادلة الأصحاب والمديرين اللي بيساعدوا في فتح الصيدليات إلى التحقيق بالنقابة العامة. تحويل الدكتور أحمد حمدي نقيب السويس لتحقيق النقابة العامة. وأنا أتمنى ان الدكتور احمد يقعد مع الدكتور مصطفى والدكتور عازم يحل هذا الموضوع قبل اتخاذ الاجراءات التحقيقيه، وكل ما هو موجود في السويس، ده قرار جمعيه عموميه للسويس.